قبل فترة التوقف. ايوه بالظبط. عندنا فرقة 2008 ماشية برضو على خط كويس جدا، ابتدوا في الجمهورية الصيفية بمركز 9، لان حضرتك عارف ان احنا نظام الصيفيات بنلعب دلوقتي الاتحاد اعتمد نظام القرعة ونظام النوك اوت، ممكن تلعب اول يوم ماتشات كويسة جدا وتاني يوم يبقى عندك فرق صعبة جدا. وخلي بال حضرتك ان الفرق الزوجية المنافسة فيها عنيفة قوي، عنيفة جدا، لان الفرق اعدادها كبيرة قوي، يعني فرق 2051 فرقة على مستوى الجمهورية بيتنافسوا، فيها حوالي 10 او 12 فرقة كلهم قريبين من بعض، فالمنافسة بتبقى عنيفة جدا. ففي 2008 مشينا 9 في البطولة الصيفية، الحمد لله أخدنا تاني في البطولة الشتوية. هايل. عملوا إنجاز كويس جدا الولاد، اشتغلوا على نفسهم كويس جدا مع المدرب بتاعهم ومعانا كجهاز. ماشيين أول لحد الآن في بطولة القاهرة قبل التوقف برضو، فاضل لهم راوند واحد أربع ماتشات ويبقوا خلصوا، ماشيين أول مجموعاتهم. عندنا فرقة 2009 فيها عناصر كويسة جدا، وفرقة بنعدها إعداد كويس جدا علشان نجهزها للضغط على فرقة 2008. كابتن فادي عامل معاهم شغل كويس جدا. للأسف هم تعثروا لأن عدد فرقهم قليل وعدد فرق قوية كتير في سنهم، تعثروا في الصيفية والشتوية بسبب القرعة، لكن هم ماشيين لحد دلوقتي برضو، فاضل لهم ماتش واحد مع فريق الشمس يكسبوه لو كملنا إن شاء الله هيبقوا أول قاهرة. عندنا فرقة 2010 دي احنا مهتمين بقى من اول 2010 و11 و12 مهتمين جدا. فرقة 2010 جبنا لهم مدرب كويس جدا، كابتن حسن احمد حسين الشهير بكمبل طبعا، مدرب قديم وفي الموجود في الجزئية ديت بقى له فترة كبيرة قوي، قدر يحقق معاهم اول جمهورية صيفية. هايل. للأسف جم طبعا هو اقوى فرقة بتلعبهم في السن دوت الجيش وبعديه سبورتنج، قدر يعني في الشتويه جالهم الجيش في النوك اوت بدري قوي، في تاني يوم تاني يوم، فللاسف حظهم كان سيء، طلعوا 9 وماشيين كويس الى الان في بطوله القاهره. اكلمك بصراحه شديده يا دكتور، اتفضل. دكتور تامر عادل من وجهه نظره بعد تقريبا السيزون خلص تقريبا محقق قد ايه من اهدافه في هذا القطاع لوقتنا هذا؟ والله يا كابتن خالد احنا حققنا 60% من اهدافنا كويس. الجزء الاساسي ان عدم انتهاء البطولات بالظبط، عشان بس الناس واخده بالها بالظبط، لان احنا ما كملناش لسه، احنا لسه بنلعب في بطوله منطقه القاهره في 5 فرق، ولسه بنلعب في الجمهوريه في فرقتين اللي هم الناشئين بتوعنا اللي هم 2004 الف و2006 كويس، وماشيين الى الان اول مجموعات الحمد لله، ماشيين على اطار اترسم من اول السيزون تقريبا بالظبط. قول لي احنا المشاكل هنا بتختلف عن مشاكل الدرجه الاولى طبعا. يعني مشاكل الولاد الصغيره عندك مشاكل كتيره، من مشاكل في اللعب، من مشاكل اولياء امور، من مشاكل نفسيه، هنتكلم على الامور بعدين، لكن خلينا في مشاكل اللاعبين نفسهم داخل ارض الملعب بيتعاملوا معاها ازاي؟ بص يا كابتن خالد، هو طبعا التواجد بالنسبه لمدير قطاع الناشئين جوه الملعب ده مهم جدا. عليه عامل كبير جدا، لان الولاد بتحس دايما باستمرار ان هي محتاجه دعم نفسي، محتاجه حد يشد عليها شويه، حد يتكلم معاهم شويه. في السن دوت هم الولاد بيبقوا محتاجين توجيه. واحنا كان في اجتماعنا في اول السيزون خالص مع كابتن خطيب ان احنا لازم نزرع جوه الولاد روح الفانيلا الحمراء. الموضوع ده تزرعها ازاي؟ الموضوع ده بقى اهو بالظبط، الموضوع ده بيجي عن طريق اكتساب الثقه، عن طريق المشاركه في ماتشات كبيره جدا وكتيره. يعني احنا السنه دي شاركنا في كل التنشيطيات اللي اتعملت على مستوى الجمهوريه، علشان التنشيطيه دي بالنسبه لك هي التحضيريه للبطولات، بنحضر للبطولات كويس. اعتمدنا من اول الموسم ان احنا كثفنا شكل التدريب بتاعنا، يعني احنا السنه كنا بنمرن 5 وحدات ونريح وحده، ونمرن 5 وحدات ونريح وحده، فكان الكم كبير جدا على الاولاد، كانوا بيشتغلوا صبح وليل، وكمان على المدربين، مجهد جدا على المدربين. اعتمدنا على ان احنا ندرس الفرق التانية احنا بنخسر ليه، هل الولاد عندنا نفسيا عندهم رهبة من الفرق التانية، فده اتغلب ان احنا شاركنا في ماتشات كتيرة جدا ودية، شاركنا في التنشيطات بشكل كبير. هي.
شفنا مشاكل حراسة المرمى عندنا، كان عندنا مشاكل في حراس المرمى بشكل كبير. إحساسي من كلامك إن أكبر مشكلة كانت في حراسة المرمى بصفة عامة. مشكلة كبيرة عندنا. كان عندنا مشكلة كبيرة جدا. كويس. بالأمانة مدربين حراس المرمى اللي إحنا اخترناهم السنة دي أنا وكابتن عمر رئيس جهاز أدوا بشكل كبير جدا وعملوا دور كبير جدا 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 في إحراز البطولات. وبالأمانة كمان مساعدة الأجهزة التانية، يعني كابتن مراد عاصم، دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، كان موفر لنا الآلة بتاعة الكاراتيه بتاعته كل يوم الصبح علشان نمرن الولاد فيهم. يعني المساعدة مش هاندبول بس، مساعدة كاراتيه، يعني مساعدة داخلية داخل النادي بالظبط. للأمانة كل الأجهزة بتتعاون مع بعضها، يعني بلاقي تعاون كبير جدا من دكتورة هالة زكي رئيس قطاع النشآت بشكل كبير جدا. ما فيش مره تقريبا الحمد لله الموسم ده اختلفنا مع بعض، ما شاء الله، سواء في توزيع الملاعب او في تقسيم ووصلت الكاراتيه. يعني كابتن دكتور مراد عاصم ساعدنا بشكل كبير جدا انه وفر لنا الصاله. طبعا النشاط الرياضي في مدينه نصر والنشاط الرياضي في الجزيره بقياده الكابتن رؤوف مهم جدا، وفر لنا كل حاجه. طبعا كابتن رؤوف وفر لنا كتير جدا اول السنه، كان باله طويل قوي معايا بصراحه. وافق لي على حاجات كتير. وفر لنا الادوات قبل ما نبدا الموسم، ودي كانت حاجه كويسه جدا، حاجه مهمه جدا. ما فيش مره تقريبا لجأنا له الا ما حللنا حاجات كتير، سواء من سفر سواء من اقامه. يعني بصراحه دعم النشاط الرياضي شيء مختلف، لكن دعم مجلس الاداره هو الاهم. احنا كان عندنا جوانب نقص في بعض الفرق. أيوة. كنا محتاجين نشتري لعيبة. طبعا قعدنا انا وكابتن عمر اتفقنا على اللعيبة اللي احنا محتاجين نشتريها، ابتدينا نتفاوض، وصلنا لمرحلة في التفاوض كويسة جدا. أيوة. وبعدين توقف التفاوض نتيجة طبعا ان دخل اندية تانية معانا على يتفاوضوا على اللعيبة. احنا اشترينا السنة دي 3 لعيبة، 2 في فرقة 2004 وواحد في فرقة 2006. ان احنا الفرقتين ما كانش فيهم اشول كويس غير في مركز الوينج، انا بتكلم على الخط الخلفي الباكات. كويس. كان الوينجات موجوده لكن الباكات مش موجوده. عجبني قوي فيك ان انت محدد اهدافك من اول السيزون. لان انا بصراحه يعني بصفتي ولي امر برضو ببقى متابع، لان انا اولادي لسه ما كملتش وشكل اولياء الامور. ما انا اولادي الاثنين بيلعبوا في القطاع. فببقى ببقى متواجد دايما، بتفرج على الفرق، بتفرج على التمارين، بتفرج على الماتشات. كويس. فكنت بقى يعني قريب من الواقع شويه. وطبعا التقارير اللي سابها كابتن احمد سالم ساعدتنا بشكل كبير، واحتياجات الفرق ساعدتنا بشكل كبير، دراستها ساعدنا بشكل كبير ان احنا نحط بلان سليمه. بصراحه شديده عجبني التواصل بين الأسرة الكره اليد في النادي الاهلي. يعني دايما بتقول ان تقارير الكابتن احمد سالم سابها تقارير وافيه بالنسبه لي، انا خدتها كملت عليها. ده شيء مهم جدا داخل النادي الاهلي ان احنا متواصلين مع بعض. طبعا احنا في تعودنا او تربينا زي ما حضرتك عارف ان احنا تواصل الاجيال ده حاجه مهمه جدا، ان احنا بنسلم بعض دي حاجه كويسه جدا، وكمان ان احنا بنسيب لبعض يعني تقارير وافيه تخدم اللي جاي بعديها، ان احنا بنشتغل لمصلحه الكيان كله مش بنشتغل لمصلحتنا احنا الشخصيه. فالامانه التقارير اللي كان سايبها كابتن احمد سالم عن حاله اللعيبه وكان وعن نواقص الفرق ساعدتنا كتير ان احنا نبني البلان بتاعتنا السنه دي، او احنا عايزين نوصل لايه. طبعا دعم لما وصلنا ان احنا خلاص مش قادرين نكمل نتفاوض على اللعيبه، لجأنا لمجلس الاداره، لان احنا كان اللعيبه طلب فيهم مبلغ كبير. كويس. لان كان دخل فيهم انديه تانية منها الزمالك وسموحه تتفاوض على اللعيبه دول، لان حضرتك عارف ان الشول طبعا عمله نادره، عمله نادره بصراحه في كره اليد. دي حقيقه. فللامانه الناس ما تاخرتش علينا، بالعكس ده كان المبلغ زاد لتقريبا اقل من الضعف بحاجه بسيطه جدا. كويس. فللامانه وفروا لنا الفلوس وبسرعه، ودي كانت حاجه تحسب بشكل كبير وساعدتنا بشكل كبير. الفرقه بتاعت 2004 جبنا الكاس وماشيين اول الدوري، والولاد الشول كان ليهم دور كبير جدا طبعا مع الفرقه. فرقة 2006 الولد اللي جبناه الأشول يحيى تامر إضافة كبيرة جدا للفرقة، وخلى يعني عدل شكل اللعب جوه الملعب بشكل كبير. عدل الملعب زي ما بيقولوا. طبعا، لأن احنا كان عندنا ولد واحد بس أشول، زياد.